هاي باشمهندسين، اخبار عاملين ايه؟ معاكم بروفيسور احمد الشحن. ده في الشورت فيديو دوت هديمونستريت الابلكيشن اللي اسمه ستادي بلانر. ده بروجكت، ده بروبوز بروجكت من المشاريع المقترح ان انتم تنفذوها في كورس فلاتر الترم دوت ان شاء الله. البروجكت ده سهل جدا، وفي بيزك فيتشرز اللي انت اتعلمتها بيتكون من مين سكرين، مين يو اي سكرين دوت. انت بتبتدي تقاد تعمل ستادي بلانر او تعمل ستادي بلان. مثلا بتقاد اول حاجه تختار السبجكت، اختار مثلا كورس نمبر 2، هبتدي اختار التوبيك اللي انا هشتغلها. مثلا هشتغل مثلا توبيك 3، وبعد كده هختار الديو ريت بتاعها، مثلا يوم 23 نوفمبر، واقول له اوكي. هقول له اد، هبتدي يزوده على التاسكس اللي موجوده عندي. باي ديفولت هلاقي ان التاسكس دي مترتبه باي ديت، يعني 23 23 24 25. ممكن تعمل لها روتيت، تعمل لها سورتنج باي سبجكت نفسه، يعني السبجكت الاولاني مع بعض والثاني مع بعض والثالث مع بعض وانسون. طبعا الليست دي سكرولابل، يعني كل ما تزود كل ما هتزيد، كل ما هيعمل سكرول داون. في برضو تشيك بوكس علشان الحاجات اللي انت خلصتها والحاجات اللي انت خلصتها. في كابابيلتي ان انا اديت اي حاجه، يعني مثلا اخليها توبيك 1 وتوبيك 2، توبيك 2 توبيك 3. واقول له سيف، راح يقضيك. يعني دي كلها كابابيلتيز، المين فيوتشرز بتاعت السيستم بتاعك، ان هو ان اديت، ان هو ان اد، نبيك الديت عشان ندخل تواريخ مظبوطه، يعمل سورت بالتوبيك او سوري بالكورس وبالديت. ممكن نزود كمان فيتشر ان هو يعمل لهم زي يعني زي في مش مشكله يعني. ممكن وعندنا كابابيلتي ان احنا نقدر ايه المطلوب منك تزوده؟ تانهانس اليوزر انترفيس، لان ده ستاندرد كحول عادي خالص، وتظبط اليو اي انترفيس وتخليه انتر اكت احسن من كده. محتاج نزود نوتيفيكيشن وديو ديت. فكر مثلا ان السوفت وير يبعت ايميل، فكر مثلا ان السوفت وير يبعت اليرت على السكرين بتاع الموبايل. شوف ممكن تزود ايه، ومحتاج طبعا الكلام ده يبقى ستاتيك او يبقى سيفت، على تقدر تسيبه على جهاز الموبايل بحيث لما تقفله وتفتحه يفتح تاني. ممكن نسيب زي ما اتعلمنا طريقه من 3، يا اما نسيب على الموبايل في كفايلز، او نسيب على الموبايل ك نو سيكول لايت، او نسيب كلاود سواء على فاير بيز او على دومين. دي البيزك فيتشرز اللي انا ذكرتها لكم، ودي المينيموم فيتشرز المطلوبه في الديليفرابلز 3 كمان. يعني انا عرفت 3 حاجات المطلوب منك 3 حاجات، وكل طبعا ما تنهانس في البروجكت بتاعك، كل ما الديليفرابل هيكون يعني التقييم بتاعه احسن والدرجه بتاعته احسن. تحياتي وتمنياتي المشروع موفق ولذيذ باذن الله. شكرا جزيلا.